يوم بدهم زيرو. وحق الله صاحب 12 تنازل على واحد الكآبه، الله يكون لك في العوان اختي، راه ماشي بزز تزوجي والله. السلام عليكم قناه شوف تي في، معكم فاتحه اخت فاتي نخو الجمال. واخيرا هذه بتهضر، عرفتي هذوك اللقاءات الاخرين راهي مسكينه هي تتشد الميكرو تتنطروا من عندها الاخرى. من نهار قالت هاد الهضره هادي انا واختي كنديروا برانكات كنديروا وصفات كيرنا الراي ديالنا، جاونا انتقادات بزاف من المغاربه والوالدين ديالنا والله الا الناس حافظين ما كاينش، اكيد داك النهار باركين علينا حنا ما تنديروش شي حاجه حرام وهاد الانتقادات ما تنتسوقوش ليهم. اخويا طريق انا كنامن بشي حاجه سميتها التعدد، ماشي مشكل الراجل اللي عنده الامكانيات باش يدي جوج عيالات وثلاثه وحتى اربعه ما كاينش مشكل. هاد صاحبتها حتى هي طلعت ذكيه، هي شافت هذا هو اللي بيجي يخطبهم وتقول لها صافي بالصحة والراحة، اقضي الغرض بوحدك. دمشي ديال لاليمونسيون اللي كنخدم في داك الشيء، كنخدم تاع لي زانيفيرسير العراسات واش هو شتوها مسكينة كي دايرة؟ الله يا اختي مالك على حالتك، وحق الله إلا بقيتي فيا. آخر كلمة كنقول للمغاربة واللي داخل المغرب وخارج المغرب، آخر كلمة نقولها للمغاربة وهو أنه خوتي راه طلع ليا ضغط الدم وطلع ليا السكر من اللي ما جانيش شي واحد مرفح بيا يتزوج بيا. وهاني دابا كنكمدها على قلبي اخوتي المغاربه باش ما نمشيش انا نعيش في الرفاهيه ونعيش مزيان ونخلي اختي موراي. كنقول يعني الجمهور ديالي داخل الوطن وخارج الوطن اللي كي عرفت لاش من الجمهور وكا عباد الله، اش هاد الثقه في النفس اللي عندهم؟ الجمهور اللي عندي داخل الله يا خويا الله. في دوك الايام اللي كنت كتلقاه ويام كل نهار هي مشات بات تزوج بشي واحد، خرج واحد صاحبنا وقال لك تا هو بيتزوج بها. انا كنطلب من هويا الزواج الا بغيتي تزوجي بيا على سنه الله ورسوله. المهم هويا ما تسوقات ليش وصاحبنا ما تسرطاتش ليه ولا خارج كيعيب فيها. ما عجبنيش الحال وهذا الشيء اللي خلاني انه ندير عليها كلاش احسن من الاغاني ديالها كاع ب 1000 درجه. واخا قبل ما نسمعوا الكلاش كيفاش كيجيوك بعدا الاغاني ديالها؟ كتخربق. تقدر تقلدها؟ اه. ودي حرام جاي من الامارات، حاسديني حاسديني في حياتي موتوا بغيضيكم. واش جو سمعوا هاد الكلاش قال لك اللي عطاها؟ واش عقلتي كي كنتي ما خليتي فين شطحتي؟ حسب لك راسك مشهوره وانتي يا غير مقهوره، راه حنا ماشي لعبه اللي ديريها. المهم المهم واخا خرج بالكلاش ما تسوقات ليش ما عبراتوش. واشنو مشى دار؟ فواحد الفتره هي قالت لك بتزوج بواحد الولد اللي صغر منها. هو لا بيدير العكس، مشى بيتزوج بواحد المراه اللي كبر منه ب 10 سنين. اليوم كاينه واحد الحفله، ماشي ما نقولوش خطوبه، ولكن هذه الحفله غير ديال الاعلان انه انا بديت قصه حب جديده. لا هذه ماشي خطوبه، هذه حفله ديال الاعلان ديال شنو هو الله تعالى اعلم. هذه الحفله غير ديال الاعلان انه انا يا دلي حنا في المغرب ولاو تيخرجوا لينا شي احتفالات ما بقينا عرفناهم حتى ديالاش. انا بديت قصه حب جديده مع واحد البنت اللي لقيتها اللي تفاهمت، كنشوف راسي انه انا مفاهم معاها. زعما غدير عقلك؟ غندير عقلي. لا دابا حنا ما تبقاش فيك الخفه بزاف. نقول والله واش نقول لك اختي، تا الخفه ما نضمنكش. نقول والله ودي حرام جاي من الامارات. انا شفته في واحد الكافي كنمشي ليها وتلاقيت به وكنا غير اصدقاء، ومن بعد تطورت العلاقه. اتصلت بها وقلت لها واش موافقه انه نعلنوا على الحب ديالنا يعني على المباشر؟ قالت لي ما عنديش مشكل نغامر معاك انا ديالك وانت ديالي. ايوا هذا راه يعني الحب كاين بيناتكم. اه كاين الحب. خليني صافي الحب هو هذا، نهار تبغيك شي وحده ضروري ما تطلع معاك لايف نهار الخطبه، الا ما طلعتش معاك في لايف ما تتبغيكش. شنو اللي عجبك فيه؟ عجبتني العقليه ديالتو. لا لا والله حتى انا لا عجبتني العقليه ديالو. حاسديني في حياتي موتوا بغيضيكم. المهم صاحبنا تيحماق على الكلاش. ما عجبنيش الحال وهذا الشيء اللي خلاني انه ندير عليها كلاش. واستغل هذه الفرصه قال لك باش يكلاشي شي صاحبته قديمه. نقولوا قبل ديجا سنوات كنت باقي كنقرا، كنت بواحد العلاقه من واحد البنت، ولكن ديك البنت طلعت غداره من هذا المنبر، راه تقدر غتشوف هذا الشيء وغتعرف راسها. هذا امتى؟ هذا امتى دار هذه العلاقه؟ قال لك سنين هذه، فاش كنتي كتقرا في الابتدائي؟
نقولوا قبل ديجا سنوات كنت باقي كنقرا، كنت بواحد العلاقه. وانت ما امتى كديروا هاد العلاقه اخويا؟ انا وليت كنتخلع. وهاد البنت اللي تلاقيت مع مريم تبدلات لي حياتي واحد شويه، يعني حنا كنا في الاول غير اصدقاء. ويخلي لي انا الحركات وينو وينو. هدي لها شي حاجه، شي حاجه ديال الحب. هو حنا في مناسبه الحب، اش غتهدي ليها؟ واركم تيريغ بهرة بهرة، هبلتيني دهرة دهرة، والحرام جاي من الإمارات حاسديني. مريم تطفي العوافي. وتبارك الله عليك، واش بغيتي يا مريم؟ صلي وعند بها العيالات. هذا دابا بيتزوج هذا سيد حشمان، تقول عرض أنشودة وسط القسم. غير هو 10 سنين ما كتقوليش أن ربما دابا من القدام يبغيو شي وحده قدو او لا شي حاجه؟ لا ما كنقولش هكا، حقاش واخا هو صغير مني عقله ناضج، عقله متفتح. ما عنديش هاد المشكل. ما ناضج هذا اختي. اختي كاع ملي قلتي على هذا عقله ناضج ومتفتح، سير اختي الله يطلق به. عقله ناضج، عقله متفتح. ما عنديش هاد. والحرام جاي من الامارات حاسديني. شكرا بزاف حيت تفرجتي في الفيديو، وصلتي حتى الاخر ديال الفيديو. كتب ليا ما خليتي فين شطحتي. ما خليتي فين شطحتي. شكرا بزاف اخوتي على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على التعليق ديالكم. لا يخطيكم عليا، نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله. بيه.